you know, to add to that, another criticism that often comes from the same people, from the Americans, from your adversaries in Lebanon, is that Hezbollah is a proxy of Iran. You know, Iran is really in charge. How do you respond to this criticism? Is Hezbollah a proxy of Iran? Are Hezbollah and Iran separate? What's the relationship there? علاقتنا بإيران علاقة جيدة. وإيماننا بالولي الفقيه الإمام الخامنئي هو إيمان ديني، كما أن المسيحيين يؤمنون بمرجعية البابا بالنسبة إليهم، وكما أن أي جهة دينية في العالم تؤمن بمرجعية في مكان معين، نحن نؤمن أن القائد الإمام الخامنئي هو مرجعيتنا الدينية، وهذا على المستوى الثقافي والفكري أمر عادي وطبيعي. العبرة هو بما نفعله على الأرض. أنا أريد أن أسأل، ما الذي فعله حزب الله على الأرض وتبين أنه يعمله من أجل إيران؟ إذا كنا نتحدث عن مواجهة إسرائيل، هذه قناعتنا لأن أرضنا محتلة، وإذا كنا نتحدث عن مواجهة التكفيريين داعش، هذه قناعتنا لأنهم يريدون السيطرة على أماكننا، وإذا كنا نرفض أن يكون لبنان تابع لأمريكا في الإدارة السياسية، فهذا لأننا نريد الاستقلال نحن كلبنانيين. كل الشهداء الذين قدمناهم في مواجهة العدو الإسرائيلي هم شهداء لبنانيون. حزبنا هو حزب لبناني. الإنجازات التي أنجزناها في لبنان أنجزناها لنا ولنا مصلحة. عندما نقول تحررت الأرض أو أدينا خدمات للناس أو استطعنا أن نبني تحالفات سياسية من أجل استقلال لبنان، هذا كله خدمة للبنان. نعم، إيران سعيدة بما نقوم به، هذا حقها، ومن الطبيعي كل من كان له قناعات مشابهة في كل العالم وليس في إيران فقط سيكون سعيدا بإنجازاتنا، لأننا نعمل بطريقة وطنية. نحن لا نعمل بالوكالة عن أحد، نحن نعمل كلبنانيين، ومن حقنا أن نعبر عما نقوم به.